أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أن قمة البحرين ستتناول القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، خاصة في ظل المستجدات الحالية المرتبطة باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، موضحا أن القمة والتي ستعقد الخميس المقبل سيصدر عنها مواقف عربية تؤيد الحقوق الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي لعدم التخلي عن مسؤولياته إزاء هذه الحقوق والتي من الضروري أن يتم استعادتها. وأشار زكي إلى أن جدول أعمال قمة البحرين يتضمن في الشق السياسي عددا من الملفات المرتبطة بأزمات المنطقة مثل سوريا ولبنان وليبيا واليمن والسودان، إلى جانب مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي.